المستوى اللي هنا مستوى ايه؟ افقي. المساله اللي قبلها راس، المساله اللي قبلها راس، يعني هاخد الوزن معانا في الاكبر، لما هنا مش هيبقى معانا وزن. طب اجي اعمل الحار بتاعتي، هعمل ده كده محور الار راس، وده محور السي. كل متاثر بقى لو واحد راح حط الوزن، المساله كلها هتبقى غلط معاه. ليه؟ لان الحركه هنا حركه في مستوى ايه؟ افقي. في وزن، بس الوزن ده مش مع المستوى، خارج المستوى. يبقى عندي كل متاثر على الجسم عباره عن الكتف ورد الفعل. بديك الزاويه كام؟ 45 من التبادل يبقى دي 45، 45 يبقى دي كمان ايه؟ 45. يبقى لازم نحدد الكوره كلها على المحاور، يبقى هنا اف ساين 45 وهنا اف كوساين 45، هنا مين؟ كوساين 45 وهنا مين ساين 45. تعالى بقى نكتب بقى كيس سولوشن. سولوشن هو في اتجاه النار بتساوي مين؟ كل اتجاه النار عباره عن اف ساين 45 ناقص كيس من كوساين 45 بتساوي مين؟ يبقى اف على كام؟ جزء الاثنين ناقص ان على جزء الاثنين بتساوي ام 2 في مين؟ في ار. يبقى ده المعادله. المعادله الثانيه سولوشن باور في اتجاه السين بتساوي كم؟ السين. يوم باور في اتجاه السين ده؟ اف كوساين 45 45 زائد 45 45 بتساوي كم؟ السين. يبقى عندك اف على جزء الاثنين زائد ان على جزء الاثنين بتساوي 2 السين. دي المعادله الثانيه. تعمل في المعادلتين جمع، جمع المعادله واحد بكام؟ واحد بيجي يطلع معايا كام؟ ينزل في عدد عن جزء الاثنين، وده يروح مع العدد بيساوي 2 قوس اي ار زائد اي سي. يبقى المفروض ان دلوقتي اروح احسب كل مين؟ اي ار واي سي. هروح اعمل التيبل دوت، والتيبل ده فيه جاهز ان السي ده بتساوي 45 والسي ده ضد 2 والسي ده ضد 0. فاضل بس احسب الار، الار بتساوي ايه والسي سي؟ يبقى الار ضد بتساوي السي ده ضد ايه والسي ثيتا. يبقى الارض من ضد بتساوي سي ضد ضد اي اس ثيتا زائد سي ضد تربيع اي اس كام؟ اللي هو التفاضل الخاص بالضرب ده 45 وده ب 2 وده بكام؟ بصفر. ده هيبقى اي اس كام؟ باي على 4. اي اس 45 يبقى اي اس كام؟ باي على 4. ده عباره عن 2 في اي اس باي على 4. ده بصفر. يبقى الارض من ضد عباره عن 2 تربيع اي اس باي على كام؟ 4. معاك الاثنين دول تقدر تجيب بقى مين؟ اي ار اس ار زائد الدوت ناقص ار زائد التربيع ودي سيتا ار زائد الدوت زائد 2 ار زائد سيتا دوت. خد الاثنين دول عوضهم، طلع كل اثنين طلعت الف، ارجع عوض بقى هنا طلع كل اثنين. بص بس خلي بالك كلمه هورزنتال، هورزنتال نو ايه؟ نو ايه؟ مفيش ايه؟ مش واسع. دي أكتر حاجة الناس بتبقى